السفير شريف عيسى سفير مصر في جنوب افريقيا ماذا قال عن تكريمه اليوم من النادي الاهلي؟ نطلع نشوف ماذا قال السفير ونرجع نكمل معه. كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من جنوب افريقيا بالتحديد العاصمه توريا. استعدادات تجرى على قدم وساق من مسؤولي الخارجيه المصريه ممثله في السفاره المصريه وممثله في معالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه بجنوب افريقيا. معالي السفير، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مجهود مبذول، بنشكر حضرتك من خلال قناه النادي الاهلي على المجهود المبذول في استضافه فريق النادي الاهلي هنا ببريتوريا. ده شرف لينا، اولا شرف لينا ان احنا نستقبل هذا الفريق بقياده كابتن محمود الخطيب. انا في غايه السعاده، مش عاوز اقول لحضرتك قد ايه النهارده، يمكن حضرتك شفت الحفاوه اللي استقبل بيها كابتن محمود من كل المتواجدين النهارده. اعتقد ان دي رساله لكل الناس مدى قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمه وقامه كبيره جدا بيمثلها كابتن محمود الخطيب بمبادئه واخلاقه والتزامه وحرصه على يعني متابعة الفريق في كل خطوة. أنا أتمنى أن تكون قناة الأهلي تابعت معانا منذ الوصول. إحنا استقبلنا النادي الأهلي على الطيارة، متابعين كل التفاصيل. ده عظيم، وانا من قبليها بيوم كمان احنا استقبلنا كابتن سمير عدلي ورتبنا الاقامه ورتبنا الملعب ورتبنا الامن. فانا اعتقد انه ما قامت به السفاره هو جزء بسيط في منظومه كبيره جدا مطلوب منها انها تنتهي ان شاء الله بفوز مستحق للنادي الاهلي ويؤهل النادي الاهلي ان شاء الله للدور القادم. معالي السفير، شفت في حديث حضرتك وكلمات حضرتك مع الكابتن محمود الخطيب ان الشق او النادي الاهلي مش رمز رياضي فقط، حضرتك بتتكلم على الدور الوطني للنادي الاهلي، قيمه ومكانه النادي الاهلي وقيمه ومكانه الكابتن محمود الخطيب. بالظبط بالظبط، انا دايما اقول ان النادي الاهلي ما هوش مجرد نادي كوره، النادي الاهلي هو ده هرم من اهرام الرياضه في مصر. والهرم مش عايز اقول بقى يعني ان احنا بنتكلم على اهرامات، ولكن انا حاطط هرم النادي الاهلي بالفعل، وهو رمز النادي الاهلي، حطه عندي هنا في البيت وموجود دائما. وانا يعني بدون تحيز للنادي الاهلي، انا مش متحيز للنادي الاهلي على قد ما انا متحيز لشخصيه النادي الاهلي اللي بتقدر انها ترفع بالفعل علم مصر في كل محفل رياضي موجوده فيه. بنسعد بهذا العمل. انا سفير مصر في جنوب افريقيا، ودايما بقول الاهلي سفير الرياضه المصرية في العالم أجمع. النادي الأهلي هو أكبر النوادي العالم حصولا على البطولات. النادي الأهلي هو تاريخ مصر اللي بيؤرخ ليه ببداية رياضة كرة القدم بالفعل. معالي السفير، حرص حضرتك على تواجد جميع افراد اسره حضرتك ممثله في زوجه حضرتك وابن حضرتك ان هم فرحه استقبال الكابتن محمود الخطيب ومسؤولي النادي الاهلي. انا لو اقدر اجيب قد يعني اسرتي دي اسر كمان هجيب، لانه الناس بجد، وحضرتك شفت هنا قد ايه كل الناس كانت حريصه انها تبقى موجوده في استقبال كابتن محمود والحفاوه اللي بيستقبل بيها. واعتقد ان ده مش غريب عن الكابتن محمود ولا عن النادي الاهلي. معالي السفير، بقى عايزين نطمن جماهيرنا من خلال قناه النادي الاهلي اخر استعدادات، اخر ظروف فريق النادي الاهلي في المواجهه القادمه، استعداداتنا لدخول المباراه ودخول جماهير النادي الاهلي. حضرتك تابعتوا النهارده التدريب، تدريب جدي، اللعيبه كلها على اعلى مستوى من الالتزام والانضباط. وجود كابتن محمود فارض نفسه على الملعب، فارض نفسه على اللعيبه، على الاداء الاداري كله. الجمهور المصري ان شاء الله يتواجد في ملعب المباراه ان شاء الله لدعم النادي الاهلي والشد من قدر اللعيبه. احنا خصصنا جزء خاص في المدرجات بالفعل للنادي الاهلي، لجمهور النادي الاهلي وجمهور مصر اللي هيجي يشجع النادي الاهلي. واعتقد انه الترتيبات كلها تمت على خير وجه لاستقبال الجمهور والنادي ان شاء الله. معالي السفير، برضو من خلال حضرتك عايز اطمن على حديث وسائل الاعلام والصحافه في جنوب افريقيا عن المباراه وشايفين المباراه ازاي. الاعلام هنا يعني عاوز اقول لحضرتك ان النهارده الخبر الرئيسي ان الاهلي هيتاهل الى الدور القادم، وان شاء الله يعني هم بيقولوا ان الاهلي هيتغلب 2-1، انا بقول الاهلي هيفوز ان شاء الله يعني في هذه المباراه. مش عاوز اقول النتيجه، انا مش خبير، ولكن اعتقد ان شاء الله ان ربنا معانا والنادي الاهلي بالتزامه وجديته هيحقق الفوز ان شاء الله. معالي السفير، الدور متواصل ليس مع فريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي فقط، لا، دور حضرتك ايضا والمسؤول السفاره المصريه مع الجاليه المصريه وتجميع الجاليه المصريه لحضور المباراه. بالفعل يا فندم، احنا كلمنا الجاليه وزمايلي في السفاره، قنصل السفاره اللي على تواصل مع الجاليه دائما، كلم ابناء الجاليه المصريه، وهو قبل ما يكلمهم هم اتصلوا بيه، كلهم بيسألوا على التذاكر وبيسألوا على التحرك إلى الاستاد. احنا بالفعل تم الاتفاق مع 3 أتوبيسات صغيرة لنقل الجمهور من أبناء الجالية اللي هيرغب أنه يروح الاستاد، هيتجمعوا في السفارة هنا وهينطلقوا من أمام السفارة إلى ملعب المباراة هيتواجدوا. وأنا دايما بقول أنه مهما كان العدد ما هواش يمكن
يكون كبير او يوازي العدد بتاع الجمهور اللي هيبقى موجود من سان داونز، ولكن بحماسنا وروحنا ورغبتنا في ان الاهلي يفوز ان شاء الله هيبقى تشجيعنا مسموع لغايه مصر ان شاء الله. معالي السفير، اخيرا سمعنا ان في اتصالات تمت مع يعني افراد من الجاليه المصريه والعربيه الموجوده في الدول المجاوره سواء من موزمبيق او من زامبيا لحضور اللقاء، يعني عايز حضرتك توضح لنا هذا الامر. والله يا فندم يعني انا مش عاوز اكد انه في التحرك لانه برضو جنوب افريقيا المسافات بعيده جدا فيها، ولكن انا اؤكد لك انه من يستطيع ان يحضر لن يألو جهدا ان هو يحضر، وهيحضر ماشيا على رموش عينيه زي ما بنقوله، لانه النادي الاهلي يستحق ان الواحد يعني يمشي له بالاميال. معالي السفير بشكر حضرتك، ان شاء الله نبارك لبعض ان شاء الله بعد عقب نهايه المباراه وفوز وتاهل النادي الاهلي ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، كتر خيرك. كل مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع معالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه بجنوب افريقيا. قال كل الترتيبات، قال كل الامور، وزي ما قلت لحضراتكم استعدادات تجرى على قدم وساق من مسؤولي السفاره المصريه من اجل تيسير كافه الامور على فريق النادي الاهلي. جلسات يعني مستمره ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومعالي السفير شريف عيسى. زي ما قلنا كل الامور مهيئه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي يحقق انتصار والصعود الى مباراه النصف النهائي. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي وبمشيئة الله الصعود يوم السبت القادم بمشيئة الله.